وصل صوتك. يسرى شيبي، رئيسة جمعية تونسية لقرى الأطفال السويس. كما تعرفوا احنا اليوم متواجدين في ندوة صحفية لتنظمها الجمعية مع كرة سلكتا بمناسبة العودة المدرسية. الشراكة هذه الهدف متاعها هو تعزيز قيم تكافؤ الفرص في التعليم بالنسبة لكل أطفال التوانسة. وفما هدف ثاني هو هدف تحسيس كل المتدخلين في التعليم وخاصة منهم السلطات الحكومية في تكافؤ الفرص بالنسبة لكل الأطفال. كما تعرفوا احنا جمعية نرعاو فئة خاصة من الأطفال التونسيين اللي هم الأطفال فاقد السند العائلي والأطفال المهددين بالإهمال. الرعاية هذه تشمل بالخصوص التمدرس والتعليم، واحنا في التدخل نتاعنا هذا نحاولوا باش نخدموا بشراكه مع كسوسوا المجتمع المدني كجمعيات، مع القطاع الخاص كما اليوم سلكتا، وزاد نسعوا باش نخدموا بشراكه مع الوزارات المعنيه بالامر. على سبيل المثال عندنا شراكه مع وزاره الشؤون الاجتماعيه، وعندنا زاد مشروع شراكه مع وزاره المراه والطفوله. شراكتكم مع سلكتا فيش تتمثل؟ الشراكة في برنامجكم، برنامج الشراكة نتاعكم مشاريع وشروع. فما ثلاثة نقاط تتمحور حول الشراكة هذه. النقطة الأولى هو فما باش يكون حملة تحسيسية على أغلفة كرة سلكتا عبر رسائل على حق الطفل في التعليم. النقطة الثانية باش يكون فما توزيع مجموعة من الكراسات لتلاميذ موجودين في مناطق محرومة. والنقطة الثالثة باش يكون فما دعم مالي للجمعية التونسية لكرة الأطفال السويس، فما مرابيح نتاع البيع نتاع 100,000 كراسة باش يمشيو للجمعية التونسية لكرة الأطفال السويس. قداش عندكم من طفل مدام داخل السويس؟ احنا عندنا زوز برامج، دونك برنامج قداش من طفل؟ من طفل في الكل عندنا قرابة 1300 طفل. عندكم شي إحصائية على الأطفال فاقدين السند في تونس الكل؟ فاقد السند والله ما نحبش نعطي معناتها رقم، أما حسب التقريب فما 20,000 طفل مهددين للإهمال، معناتها ينجموا يكونوا في حالة إهمال وإحنا يوليو فاقد السند. كيفاش تقوموا تعاونوا فيهم باش يقراوا هذوما مدام ويدخلوا للوسط المدرسي؟ في أي طفل في العائلة نتاعو، إحنا الرعاية نتاعنا رعاية عائلية، معناتها فما الأم أسواس هي تتعامل بصغارها، دونك في أي طفل في العائلة نتاعو يمشي للمدرسة المجاورة للجمعية نتاعو، وإحنا نوفروا له كل الأدوات وكل ما يلزمه باش يدخل للمكتب. ثم تجاوب العائلات؟ العائلات اي بالطبيعه فما دعم بالنسبه للدعم المادي، قال فما دعم من المنظمه العالميه لكره الاطفال السويس تطرح التبعيد المنظمه العالميه، فما دعم على المستوى المحلي كما اليوم سلكتا تدعم فينا باش نقوموا بالعمل نتاعنا في احسن ما يرام. اما احنا نؤمنوا بالشراكه، معناتها كي نعم نخدم في اطار شراكه النتائج تكون احسن. معز دوكيل المدير العام لشركه سلكتا، تحكي لنا على الشراكه هذه مع الشراكة هذه دونك مع سويس فيلاج تونيزي تندرج في نطاق المبدأ اللي موجود توا هو لا ريسبونسابيلتي سوسيتال دونتربريز. المبدأ هذايا هو احنا كرسناه مع سويس فيلاج تونيزي. فو سافوار اون شوز كو فما تقريبا كل عام 100,000 تلميذ ينقطعوا عن الدراسة. الانقطاع المبكر سي لا سكون ابيل لو فينومين دابوتون سكولير، سي ان شيفر الارمون. دونك قررنا اون طونك شركة مسؤولة أنا ندعمو سويس فيلاج تونيزي. الدعم هذا باش يكون اتخافيغ لا برودكسيون دو 100,000 كايي. لي 100,000 كايي هذوما باش يتوزعوا على كامل دولاب الجمهورية التونسية. لي 100,000 كايي هذوما اون فا ديفيزي فيهم دي ميساج دو سونسيبيليزاسيون، اون فا سونسيبيليزي او دو دو كايي، دونك اون فا سونسيبيليزي الوليدات نتاعنا على حق التمدرس. تعرفوا كما تعرفوا اللي هذوما حق دستوري، التمدرس هو حتى 16 سنه كل طفل عنده حق تمدرس. ما ثماش داعي اليوم ان كل طفل عنده الجنسيه التونسيه لازم يدخل المكتب ويقرا. دونك هذا فضلا على تقريبا الارباح المتاتيه من المبيعات نتاع 100,000 كراسه هذه باش تمشي لسويس فيلاج تونيزي. باغيور اون فا ديستريبيي دي ميلي دو كاي، اون فا لي دوني غراتويتمون ا سويس فيلاج تونيزي باش ندعموا وليداتنا. والنقطة الثالثة، on va apporter un soutien financier les SOS Village Tunisie. Donc à travers cette action et ce partenariat, nous visons bien entendu à donner l'exemple à d'autres entreprises tunisiennes pour nous suivre. باش ننهضوا بالوليدات نتاعنا، ننهضوا بالتعليم، et on lutte contre ce phénomène d'abandon scolaire.